لا تنسى الاشتراك بقناة وتفعيل الجرس برجاء الاشتراك ليصلك المزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد على قناة يوميات عائلة حسن. النهاردة جبت لكم موضوع مهم جدا، وهو إزاي تحصل على 4000 ساعة و1000 مشترك في خلال 3 أيام أو أسبوع بكثير قوي. لو مهتم شوف الفيديو ده. أهم حاجة عايزين نعمل مشاركة للفيديو علشان الكل يستفيد، وعايزين يوصل لمئة ألف مشترك. تابعونا بعد الفاصل. النهاردة هنتعرف على ازاي نعمل فيديو ببعض الصور، حاجة بسيطة جدا. طبعا هنمشي على الخطوات ديت، هنستعمل البرنامج دوت اللي هو كينج ماستر. ده برنامج كويس جدا وعامل زي المحترفين بالظبط البرامج الاخرى، وممكن احسن كمان من البرامج اللي هي منتجة تانية، لانه سهل الاستخدام. بتقدر تتعرف على كل حاجة بسهولة. اول حاجة هنفتح البرنامج دوت زي كده، هندوس على علامة الزائد دي. نفتح برنامج تاني جديد. فتحنا البرنامج اهو من جديد، كينج ماستر. هندوس كده، دوسنا على علامة الزائد يا جماعة اهي، الزائد دي. بعد كده هنفتح اللي هو 9 على 16 عشان ده يناسب الفيديو اليوتيوب او الفيسبوك. كده ادينا واجهة البرنامج اهيت. دلوقتي انا عايز اعمل فيديو من خلال صور ومن خلال بعض الكتابات على هذه الصور. تاني حاجة اضيف برضو الموسيقى. عندنا الواجهة دي، عنده اداني الاستوديو بتاع الموبايل. طبعا اكون انا عندي عامل داونلود للصور بتاعتي زي كده اهو. عايز اعمل مثلا كذا موضوع، مثلا او موضوع معين. ممكن ابدأ مثلا بالمعاشات، ادي فلوس، رمز الفلوس، انقطاع المياه، وزير الاسكان، بعض الشقق لا يتم حجزها. اضيف الصور اللي انا عايزها كلها، بس الفيديو ما يزيدش عن يعني 4 دقايق 3 دقايق عشان الناس ما تملش. بعد كده علامه الصحه دي اقوم دايس عليها اوكي. كده عندي الصور موجوده عندي. دلوقتي لو انا عايز اكتب على الصور دي اكتب عليها ازاي؟ بدوس على اي طبقه، الطبقه دي اللي هي ناحيه الشمال اهي، بيفتح لي برنامج يعني برنامج تاني. بدوس على حرف T دوت اللي هو نص، إضافة نص. هكتب مثلا إيه؟ انقطاع أو قطع المياه، قطع، قطع المياه، تمام؟ في القاهرة، في القاهرة، في القاهرة. دلوقتي إداني الكلام أهو. عايز اخبر الكلام دوت، اخبره ازاي؟ على رمز ايه دوت ادوس عليه، بيديني مساحات البونت بتاعي. يعني ادوس مثلا على البونت الوسط ده، الوسط ده هيديني المساحه دي، الاكبر شويه هيديني الوسط ده، ادوس على الاكبر احسن. وانا بتحكم بصغر واكبر زي ما انتم شايفين كده اهو، اكبر كده اهو، اصغر. طب عايز اغير اللون، اغيره ازاي؟ العلامه البيضاء جنب المقص دي اقوم دايس عليها، بيديني جميع الالوان. ممكن احسن مثلا حاجه الارضيه دي، ممكن ادوس الاصفر ده، ده هيمشي معايا. طب مش عايز اصفر، اغير لون تاني، اللون مثلا الاحمر، ادوس كده. بس الاحمر مش ايه، مش حلو، يبقى خلاص ادوس الاصفر، يبقى شكله احلى الاصفر. تمام كده، كده عندي ايه. طب انا عايز الخط دوت يعمل بعض الحركات، يجي بطريقه معينه، ادوس على ايه؟ رسوم متحركه اللي تحت المقص، دوست عليها. ممكن اخليه تلاشي زي كده اهو، اخليه انبثاق، حسب ما انت عايز الخط يظهر عندك ازاي. اجيبه من ناحيه اليمين كده اهو، من ناحيه الشمال كده اهو، تدوير لاعلى، لاسفل، تدوير عكس عقرب الساعه، سقوط. كل الاشكال دي يا جماعه تقدر تتحكم فيها من خلال ديت. بعد كده عايز اضيف مثلا ايه حاجه تانية، مثلا ايه ده قطع المياه، قطع المياه نخليها تحت الصوره دي كده اهو، الصوره بتاعتها اهي قطع المياه. بزق كده براحتي، وبرنامج سهل جدا يعني اي حد بيتعامل معاه بكل سهوله، ما فيهوش اي مشكله.
هذا اهو كده ظبطتها على صورة الكتاب بالظبط كده، عندي قطع المياه. عايز مثلا اضيف حاجة تانية مثلا ايه على الفلوس، نضيف طبعا برضو ايه، هنخش من طبقة اللي هو النص، هنكتب مثلا ايه فلوس، مثلا فلوس الطريق اليه في الطريق، لازم نكتب عنوان جميل تمام. هنكبر خط الزاوية زي ما احنا قلنا، هندوس على ايه ديت، هنكبر البنت الكبير دوت كده، عندنا خط اهو زي ما انا عايز. هغير الالوان زي ما احنا قلنا، هنخليها اصفر او اي لون حسب الارضية بتاعتك. طيب انا كده خلصت ده، عايز بقى اللي ده ما يخش على بعضه كده الايه، ده داخل على ده، لا نجيب الفلوس دي لوحدها الاول، القطاع المال لوحدها الاول تمام. كده احنا ايه بعدنا خلص شوية، اه قطع المال لوحدها، وندوس على الفلوس دي اخليها لوحدها اهو، تكبرها شوية عشان ايه يبقى دي لوحدها ودي لوحدها ودي برضو ودي برضو. انت بتتحكم في السرعة بتاعت الحاجة ديت برضو قدامك، يعني ممكن تكبر شوية تصغر شوية وايه حسب السرعة اللي انت فيها. دلوقتي بقى عايز اعمل موسيقى دي ليه للحاجة ديت، اعمل لها موسيقى ازاي بقى؟ عفوا، بخش هنا عند هنا مثلا، بدأت من هنا مثلا. عفوا، عايز اعمل موسيقى، عندي ايه الشكل هو بتاع البرنامج، اخش على كلمة صوت ومدايس عليه. انا طبعا مسجل موسيقى قبل كده ومخليها ومخزنها في المكان اللي انا هو هحطه دوت، المجلدات. انت ممكن تحطها في المجلدات، في الانواع، في الالبومات، في اي حاجه تسمي الاسم بحيث تقدر ترجع. تاني حاجه بس ملحوظه مهمه، الموسيقى لازم تكون من اليوتيوب عشان ما يحصلكش حظر، يعني مثلا تيجي تنزل مثلا موسيقى غير اليوتيوب بتعمل لك حظر على طول على القناه، فلازم تستعين بالموسيقى بتاعت اليوتيوب. وبعدين في الاف الموسيقى مجانيه ومتاحه لاي حد. بدوس على المجلد اللي انا حافظ فيه الحاجه ديت، هدوس مثلا ايه حلو مثلا دي، اشوف كده طب اشوف دي اهو اه. انا كده عشان مركب الصوت، انا عامل الصوت المايك فمش ظاهر الصوت. انا كده نزلت الموسيقى تمام. دلوقتي انا هشيل بس المايك واوريكم الصوت شغال ازاي. دلوقتي شفنا الموسيقى شغاله ازاي، دلوقتي حطيت المايك فكده مش سامع انا مفيش صوت كده. يا جماعه عملنا الفيديو بتاعنا، نزلنا الصور، نزلنا الكتابه، نزلنا الموسيقى، نزلنا الاشكال اللي احنا عايزينها. برنامج سهل جدا، تقدر تعمل منه الاف الصور والاف المواضيع وانت قاعد، ما بياخدش وقت منك. اهم حاجه تشتغل بحرفيه عشان ما تقعدش تتلخبط وحاجه تنزل وتروح حاجه، انت بس تتعود على البرنامج ومش هياخد منك وقت، هو بس في الاول ممكن ياخد منك بعض الوقت عقبال ما تعمل الموضوع. اهم حاجه ما تكترش عن دقيقتين او 3 دقايق بكتير قوي في الاول، بعد كده لو عايز تكبر بس ايه انا انصحك عشان انت عارف اليوتيوب المشاهد بتاعه بيبقى مستعجل عايز حاجه سريعه، فما تزيدش عن دقيقتين او 3 دقايق بكتير قوي. بكده اكون خلصت فيديو النهارده. اهم حاجه عايزين نعمل مشاركه للفيديو علشان يوصل لاكبر قدر. تاني حاجه يا جماعه، حاجه زي كده بتزود المشاهدات عندك. تاني حاجه بيبقى ليك جمهور معين بيحب يشوف الاخبار زي كده، بس تركزوا على الاخبار مهمه يكون فعلا هو عايزها، ما تكتبلوش اي حاجه وخلاص. تاني حاجه هتعمل بقى الصوره المصغره عندك لليوتيوب والفيسبوك برضو، هتكتب برضو العنوان نفس العنوان اللي موجود عندك في الصور او اليوتيوب بتاعك، بحيث تقدر محركات البحث تتعرف عليه. بكده
نكون خلصنا فيديو النهارده. بس اهم حاجه عايزين نعمل مشاركه عشان الناس اللي عايزه تبدا على العمل على اليوتيوب او تبدا على الفيسبوك بخطوات بسيطه، بحاجات يعني من على الموبايل بتاعك، مش على الكمبيوتر ولا اي حاجه، هتقدر تبدا بحاجه زي كده وتبدا تكسب لو وظبت وجالك جمهور فعلا، ويبقى ليك شكل معين على اليوتيوب. تاني حاجه يا جماعه، دي بتزود المشاهدات بطريقه رهيبه. يعني ممكن لو انت مثلا عايز 4000 ساعه وعايز 1000 مشترك على اليوتيوب، دي ممكن تجيبهم لو عملت حاجه زي كده. ممكن تجيب ال 4000 ساعه وال 1000 مشاهده ما يكملش اسبوع او 3 ايام بكتير قوي لو انت شغال فعلا صح. اهم حاجه نعمل القناه المفتاحيه، نعمل نكتب على الموضوع الاول، احنا هنكتب عن ايه اللي اتنشر، كل ده يعني بحاجات بسيطه. اهم حاجه يا جماعه عايزين نعمل مشاركه للفيديو للمره الثالثه علشان الكل يستفيد، وعلشان ناس كتير كانت بتسال ازاي تبدا، ازاي تعمل فيديو، ازاي تعمل صور مصغره، ازاي تعمل الكلام فيديو احترافي. يا ريت نشارك الناس عشان ايه نكسب ثواب فيهم. شكرا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بقناة وتفعيل الجرس برجاء الاشتراك ليصلك المزيد من الفيديوهات.